البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم البنات فيديو خفيف خفيف ظريف كي كنقولوا. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا البنات سندويتشات اللي يمكن لينا نعطيهم لوليدات الليل ولا مهم كيجيو زوينين صراحه بزاف يعني في المتناول يعني حويجت باش نصاوبوهم كيكونوا ديجا عندنا في الدار موجودين. شات عندي هنا البصله قطعتها طويله البنات غنشحرها مع شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت زيت البلديه وشويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار صافي غنبقى بالنسبه للكفته البنات شويه ديال الزيت البلديه شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار فقط. ولا بغيتو تزيدوا المعدنوس يمكن لكم تزيدوه، انا وليداتي ما كيبغيوهش، المهم يمكن لكم تضيفوه الا بغيتو. كنبقاو نشحروا في الكفته ديالنا حتى كتوجد. قطعتها بهذا الشكل هكا دوائر، وكذلك عندي شويه ديال البيض عندي هنا وقطعته بهذه الطريقه. صافي البنات هذو هما الحوايج كنحتاجو. الفريت بطبيعه الحال راني قطعتها وسلقتها واحد السليقه خفيفه باش كتجيني الفريت خفيفه. البنات جربوا بهذه الطريقه كتجي رائعه. سلقتها شويه ديال الماء ومن بعد وشويه ديال المليحه وشويه ديال الماء، ومن بعد ملي كتطلع فيها يعني يلا كتغلي المره الاولى كنطفي عليها صافي، يعني بحال سلقتها غير شويه ماشي بزاف. ومن بعد كنصفيها في شي شبيكه ومن بعد كنسخن الزيت ومن بعد كنبدا كنقليها. كي كتشوفوا معايا كتخرج بحال هكا كتجي زوينه البنات ومقرمله ما كتزيدش لينا الزيت. شنو اخر؟ صافي البنات هنا صافي غنبدا نعمر لي سندويش ديالي ومن بعد كنديرهم في لاباري ديال البانيني. اللي ما بغيتوش ديروها يمكن لكم ما ديروهاش اللي بغيتو. والا بغيتو تضيفوا الخس البنات ضيفوا يعني زيدوا الخس الا كيعجبكم كيجي زوين، زيدوا الخيار يعني اللي بغيتو تضيفوا في هذا الشيء كامل يمكن لكم تزيدوه. صافي البنات صراحه غير بهكا كيجيو غزالين يعني ما تشبعوش منهم ونجربوهم غيعجبكم. نتلاقاو في فيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.